半个小时。<Okay. S 2> okay. تمام يا دكتور ممكن نبدأ؟ خلاص تمام، مساء الخير جميعًا. أنا أحمد عاطف فجال زي ما عملت قبل كده الفيديو التعريفي أنا أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والموضوع اللي بنتكلم فيه مع مجموعة المحاضرات اللطيفة استوديو 34 عاملاه وديزاين سامر سكول أنا شايف إن هو نشاط جميل جدًا، أحيي كل القائمين عليه. يشرفني ان اكون معاكم لاول مره واتمنى ما تكونش اخر مره. طيب ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه السنه دي؟ خليني اذكر الاول ان انا تخصصي اتمنى بس يكون الصوت واضح لو ممكن تاكيد من ان الصوت واضح اعلي التون ولا كده تمام. انا تخصصي اصلا انفايرمنتال كنترول وبالتالي هتلاقوني شويه في هذه المحاضره او هذا السبيتش اللي معاكم بتكلم عن موضوع مهم جدا هو دور المعماري مش في التصميم المعماري بيعمل كل التصميم طبعا الجديد انما ازاي اقدر افعل البروفيشنال براكتس مع الاديوكيشن اللي انا باخده يعني حضراتكم في مرحله الاديوكيشن الى ان تصل للبروفيشنال براكتس بتعدي بمراحل كتير هذه المراحل بتعدي اسمحوا لي اعمل مينيمايز للايمج بتاعتي ديت اوكي فانا بتكلم على educational to professional practice within sustainable requirements خلينا هنا كلمة sustainable requirements دي مهمة جدا جدا في هذه المرحلة الحرجة من حياتنا ألا وهي مرحلة التغيرات المناخية الرهيبة اللي احنا حصرناها الشهر الأخير ده لا اعتقد في كل الريبورتات اللي قريناها وكل الجو اللي حسينا بيه ان ده من اكتر اسبوع او اسبوعين درجة حرارة كانت عالية على وجه الكرة الأرضية على حسب المسجل في الريكوردز التاريخية. طيب ده معناه إن إحنا أسبابه إيه؟ وأسبابه كتيرة السابقة وانفيرومنتال ديزاسترز وانفيرومنتال consumption و والطاقه والنفايات والتلوث وكل الكلام ده كله ما هوش جديد بالنسبه لحضراتكم انتوا عارفينه ودارسينه والجيل الجديد درسينه اعمق وبشكل اسرع مننا طيب خلينا نقول بلاش جيل جديد وجيل قديم ايه الجديد اللي ممكن المعماري يشتغل عليه في مرحلته الجايه علشان يقدر يواجه هذا الكلام فاحنا عندنا سكتين اما إن إحنا بنتكلم على دور المعماري في مباني قائمة بالفعل، نقدر نعالجها إزاي، ودور المعماري في مباني جديدة لسه هتشتغل. خلينا نبتدي الأول. دور المعماري هنا الترابط مع البيئة. وجهة نظري المعمارية البسيطة بدون دخول في تفصيلات معقدة، إن لما يجي المعماري يتجاوب مع البيئة من خلال استخدام التكنولوجي البيئة هي اللي بنحافظ عليها والتكنولوجيا هي الزائر الجديد المحبب لنا جميعا اللي نقدر نستخدمه يدينا الاكسبيرينس إذا معنى كده دور المعماري وجهة نظري البسيطة you have to study. you have to choice يعني لازم تدرس المشروع كويس لازم تدرس بدايله أظن ده التوجهات المعمارية وطريقة التدريس وطريقة التصميم اللي كلنا تعلمناها لازم المعماري يفكر وما يعتبرش إن هو وصل للحل النهائي مش عايز أقول حتى لو المبنى اتبنى لا أنا لازم أعيد التفكير لازم تراي لازم أحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة لازم تو اكت لازم تكون ليك بوزيتيف ادد وفي الاخر كل هذه النجاحات او كل هذه الخطوات لازم تؤدي في الاخر حتميا للنجاح اذا وجهه نظري البسيطه ان الاديوكيشن اللي بتاخده بيصب في تعليمك از ستودنتس بتصب عليه قليل من خبره سواء للصاف الاساتذه خبرتك انت في الحياه خبرتك في التدريب خبرتك في بدايات عملك كمعماري مش لازم وانت طالب اذا تؤدي بالحتميه لبروفيشنال براكتس اداء سليم يبقى احنا بندور على الاداء العلمي السليم من خلال التدري... التعلم في مرحلتي كطالب والتعلم في مرحلتي از اكسبيرينس اركيتكت ثم اوصل الى البروفيشنال براكتس اذا هنا البروفيشنال براكتس المعنى ان دور المعماري ان هو يدرس العماره للطلبه ويدرس لهم how to think about environment and nature using the design alternatives tools and choices، يعني لازم اقعد اجرب كل هذا الكلام علشان ابقى مراعي النيتشر uh, او الطبيعه والبيئه. طيب هذا الكلام الكتير اللي احنا اتكلمناه يؤدي لينا الى هذه البدائل الكتير، تصميم المبنى بيبتدي من تصميم المبنى داخليا، بيبتدي من تصميم المبنى as a function وعلاقات الفراغات بينها وبين بعض وبعدين ابتدي اطلع من جوه لبره او من بره لجوه حسب طريقه التصميم وحسب نوعيه المشروع. خليني اكون واضح ومحدد محاضره النهارده دور المعماري هيركز فيها في كلمه ادابتيف فساد. يعني ايه ادابتيف فساد؟ ان انا الواجهات واجهات المبنى اللي مواجهة للبيئة المحيطة يجب أن تكون قابلة للتعديل قابلة للتغيير قابلة لأنها تطوع نفسها وتبقى انتر مع البيئة المحيطة انتر مع الشمس انتر مع الحرارة انتر مع حركة الرياح انتر مع حركة الشمس طبعا والرطوبة وكل هذه المتغيرات وبالتالي اقدر اطلع المبنى متجانس مع البيئه، يعني ما اقدرش اقول المبنى ده بيشتغل في الصيف حلو قوي وانا كاسرات الشمس حاططها ويجي الشتاء انا محتاج الشمس، بكسر الشمس ليه في الشتاء؟ يبقى لازم هذه الوجهات تو بي ادابتيف، من هنا كان وجهه نظرنا في تطوير الوجهات انها ازاي تكون وجهات عمليه متغيره اكوردنج للتصميم، وبالتالي المعالجات الوجهات يجب ان تراعي الخمس ست عشر نقاط اللي انا كاتبهم دول باختصار لخصناهم من مجموعه محاضرات سابقه لا يجب انها تتحكم في الشمس يعني الشمس عايزه تدخل ولا ما تدخلش اكثر الشمس ولا أساهم من الشمس تدخل وتستخدمها في تدفئه الفراغ في الشتاء مثلا مويشر كنترول لازم اتحكم في الرطوبه ناتشرال فنتيليشن لازم اقدر انا بتصميمي اسمح الهواء يدخل من هنا يخرج من هنا واثناء مروره في الفراغ او اثناء مروره في الوجهات الخارجيه يجب ان يسمح بحركه الرطوبه وتخلص منها اول باول. لازم هذا المنشا يعني من الاخر لو انا بصمم منشا كامل وجميل جدا ومقتنع به لا يمنع الا انا انشئ امام هذا المبنى دبل فساد يعني وجهه اخرى اديشنال فساد هذه الواجهة الأخرى قد تكون بعيد عنها بخمسين سنتي بمتر قد تكون مثبتة فيها وبالتالي كلمة structural efficiency لازم تكون مش معقولة المبنى بكلفني رقم واجي بنفس الرقم أو بنص الرقم أكلف النظام الإنشائي اللي شايل الواجهة الإضافية اللي بتتحكم في درجات الحرارة مثلا يعني. لازم اكون احافظ على دخول الدي لايتنج لازم استخدم الماتيريال المناسبه اللي تقدر تخلي المبنى يحقق نشاطه واستخدامه كله بدون مشاكل ممكن جدا ان المبنى ده يبقى كونكتد او كونكشن تو اوت يعني ممكن تكون الواجهات الخارجيه او الادابتيف فساد اللي احنا بنتكلم فيها انها تساعد المبنى انه يتكامل مع الطبيعه المحيطه بيه ممكن الواجهات دي تولد طاقة وليكن عليها وحدات بي في سيلز تولد لي طاقة كل دهر ده هنستعرضه في محاضرة النهاردة وبالتالي نقدر نحقق المطلوب من هذه الوجهات توليد طاقة ثيرمال انسوليشن أو تعمل لي عزل حراري للمبنى من الداخل وبالتالي هذه التولز هي the architectural الدور المعماري ان هو يحقق الوظيفه بتاع المبنى بتاعته باستخدام الادابتيف فساد وبالتالي ابقى متوافق مع التصميمات الحديثه متوافق مع الانرجي كرايسز، واقدر اولد الطاقه واقدر اقلل استهلاك الطاقه التقليديه بالتالي اعتقد ان المبنى ممكن يكون ماشي في خطوات سليمه طيب هنمسك نقطه نقطه ونشوف الامثله الناس عملت فيها ايه اول نقطه هنتكلم فيها سان كنترول دي طبعا واضحه جدا من اول يوم اتعلمنا العماره وخصوصا في بلادنا الحاره هاو تو كنترول يعني كنترول يعني مش تو افويد بس لا انا في بعض اوقات زي ما نشوف درجات الحراره هنا اسف زوايا الشمس في الصيف زاويه الشمس عاليه وبالتالي اللوفر اللي بارزه دي ودي موفابل يعني ممكن تتحرك وبالتالي تقدر تمنع لي الشمس انها تدخل في الشتاء زاويه الشمس اوضح او اقل وبالتالي تقدر الشمس تدخل للفراغ وبالتالي بسبب معرفتنا لزوايا الشمس اقدر اسمح ان الشمس تدخل من المبنى او اقدر امنع الشمس انها تدخل المبنى ممكن استخدم الريفليكشن بتاع الاسطح ان الشمس تنعكس فيها وتدخل لي الفراغ سواء لغرض الاضاءه او لغرض التدفئه وده حصل في اوقات كتيره جدا وفي مشاريع كتيره هنستعرضها سريعا وهنشوف أمثلة ناجحة جدا زي المثال اللي قدامنا دوت إنه قدر يستخدم زوايا الشمس وكل لوفر في حسب توجيه الواجهة بتاعته يا يتلافى الشمس يا يسمح لها تدخل. النقطة الثانية ناتشرال فيلتيليشن إزاي قدرنا بهذه التصميمات نسمح بدخول الهواء أو خروج الهواء. وده طبعا القبه الشهيره اللي استخدمها نورمان فوستر في تصميم مبنى الرايخ في المانيا اللي هو القبه الزجاجيه اللي طبعا انفجرت او تم تدميرها في الحرب العالميه بدا يستخدمها بشكل تقليدي وبشكل يسمح به الحاجتين اولا يقدر يخلي عامه الشعب تلف كمزار سياحي فوق قبة البرلمان ويقدر يراجع ويتفرج على جلسات البرلمان في معنى فلسفي ان الشعب فوق البرلمان وبيراقب تصرفاته ومعنى تاني انفيرومنتال انه يسمح ان درجات الحرارة اللي هنا تبتدي تخرج وتخرج خارج المبنى تتجدد فبالتالي قدر إيه يحقق الناتشر بيركيليشن يبقى النقطتين دول اللي قدر إيه يعملهم المعماري واللي حققهم عن طريق الأداب فساد سواء كانت هذه العناصر ثابته او سواء كانت متحركه. ثالث ايتم او الايتم اللي الذي يليه داي لايتنج ازاي اقدر احافظ على المبنى بتاعي بتصميمه بفراغاته كما هي واقدر في نفس التوقيت احقق الداي لايتنج اللي هو نقدر نسمح بدخول درجات اشعه الشمس اطول فتره ممكنه داخل الفراغ. معظم هذه الفراغات او الفراغ اللي على الشمال دي صاله رياضيه صاله رياضيه قدرت اعالج الاسقف بتاعتها مع وجود الكاميرات الخرسانيه قدرت اسمح بوجود عناصر زجاج تسمح لي بدخول اشعه الشمس الغير مباشرة يعني هذا العمق لهذه الكاميرا قدرت تكسر اشعه الشمس وبالتالي ما فيش اشعه شمس مباشره دخلت الفراغ قدرت احقق دي لايتنج اضاءه طبيعيه اضاءه نهار طبيعيه جدا المثال الثاني مبنى في مواجهة وأعتقد معظم هذه المباني في البلاد الأوروبية الباردة اللي هي عايزة تستقطب الشمس تدخل للفراغات لأن سبعين في المئة من السنة الجو هناك بارد بلاش أقول شديد البرودة حسب كل دولة بعكس الدول العربية سبعين في المية من أوقاتنا في درجة الحرارة العالية بنتلافى الشمس وبالتالي أمثلة زي العشمال دي إذا كنتوا شايفين السهم دي تنفع في الدول العربية أمثلة في المنتصف إلى حد ما هتبقى صعبة جدا على الدول العربية أو الدول الخليجية تحديدا لأنها شديدة الحرارة وبالتالي لازم أستخدم أنواع معينة من الزجاج لو إي تحديدا ودي اللي هنتعرض ليها بعد كام سلايد لو متابعيني أتمنى يكون الأمور والصوت واضح حتى الآن نتنقل بعد كده للصورة اللي بعدها ده مزيج ما بين الكاميرات الطويلة وما بين وحدات الإضاءة اللي في السقف اللي بتسمح لي بدخول الشمس أحيانا هذه اليونتس اللي بالعرض بتكون موفابل عشان نتلافى أشعة الشمس المباشرة أحيانا هذه الكاميرات لو ما كانتش خرسانية بتبقى بتسمح لها بالحركة يمينا ويسارا كأنها لوفرز وبالتالي نقدر نتلافى الاختراق لأشعة الشمس المباشر لداخل الفراغات لأنها بتزود درجة الحرارة دي درجة الحرارة أنا اضطر نشغل تكييف بدرجة أكبر بعدد ساعات أكتر وبالتالي كل هذه الحلول هتسبب حاجة واحدة بس إضاءة قوية جدا مناسبة واستهلاك جبار لأجهزة التكييف وأظن كلنا السنة دي وخصوصا اخر شهر ده فهمنا يعني ايه الاستهلاك الكبير واللي اضطرينا على اساسه ننظم استهلاك درجات الطاقه الكهربائيه. ماتيريال تشويس احد الاغراض المهمه جدا للمبنى ان اقدر استخدم الماتيريال اللي مستخدمه في الوكاله، يعني مبنى زي ده بمنتهى البساطه استخدم الواجهه الخلفيه هي واجهه كيرتن وول عاديه جدا وليها زجاج لو اي وعاكس ويقدر يتحكم في درجات الحراره اللي تخترق هذا الفراغ الى ان تدخل داخل الفراغات بس هو عايز يتحكم في درجات الحراره واشعه الشمس فبدا يعمل الواجهه التي امام الواجهه الاماميه الاساسيه وبقت وحدات خشبيه او معدنيه او بي في سي او الومنيوم اذا هنا بيطغ... بيتدخل معنا كلمه ماتيريال تشويس ماتيريال سورسز في هذه الواجهات مهمة جدا عشان أعرف أنا ممكن أتلافى درجات الحرارة بالفعل باستخدام لوفرز من الألمنيوم لوفرز الألمنيوم دي هتمتص درجات الحرارة هتبقى درجات حرارتها عالية جدا هتبتدي تخلق جذر هوائية ساخنة حول المبنى فتسبب اكتساب حراري أعلى وبالتالي من أفضل الماتيريال المستخدمة دي ألواح الخشب لأنها بتمتص درجات الحرارة وإلا ما كانتش برادات الميه مش البراد البراد اللي بنعمل فيه شاي كنكه القهوه كل دي بتبقى دراعها من الخشب علشان هي رديئه التوصيل للحراره وبالتالي بتعمل عزل درجات الحراره برضو قدر الامكان ما فيش عزل مطلق ولا في توصيل حراري مطلق. النقطه اللي بتاليها ازاي تكونكت اوت دور يعني ازاي اقدر اكون المبنى بتاعي وده مبنى في ايطاليا اللي مصممه ستيفانو بوري وده كان موجود في القاهره من حوالي سنه كان ليه بعض مشاريع هنا في القاهره وكان في مؤتمر حضره كان بيتكلم على ان ازاي المبنى بتاعي تكون عماره سكنيه 10 12 20 دور واقدر اعمل عزل في البلكونات جيد واقدر اجيب الطمي واقدر ازرع يبقى كل واحد حسب النموذج اللي شايفينه كده كل قطاع قدر يحقق قدام كل شقه نسبه تظليل جباره جدا وفيجيتيشن وزراعه وفي أحيان بعض الخبراء المصريين بيسموا على العمارات العاليه ديت اللي كلها خطره فيرتيكال ستريت يعني كانه شارع بدل الشارع كلنا عارفين ان هو افقي وفيه مين وشماله اشجار لا ده بقى شارع راسي وبدأنا نصمم العمارات كانها شوارع راسيه فاندمج التصميم الشارع باشجاره هوريزونتالي مع تصميم الشارع باشجاره فيتيكالي فبقى الكونكشن تو اوت دور وبالتالي من ضمن الحلول الناجحه جدا اللي بنسبب بنستخدمها از دبل فصل واخر ابحاث احنا شاركنا فيها ويمكن عملنا عليها قراءات ان اكتر حاجه بتعمل عزل درجات الحرارة على الإطلاق هي الـ, الـ vertical wall أو الـ greenery wall. يعني أي عزل للبلكونات والواجهات من عناصر خضرة طبيعية مش مش زرع بلاستيك ده أكتر حاجة بيسبب عزل لدرجات الحرارة وبالتالي بيحقق نوع من الاستابيليتي سستينابيليتي آسف لهذا المبنى. طيب اتمنى ما اكونش مطول عليكم بس الامثله كتير حاجه تانية من ضمن الادابتف فساد او الواجهات المهيئه او اللي بيعاد تهيئها ممكن استخدم وحدات باسف فساد يعني ايه باسف فساد في فرق بين باسف واكتف او بوز الباسف المفروض ان هو تصميم مبنى ثابت لا يتحرك ولا يتغير لونه ولا يتغير توجيهه، إذا ده باسف. يعني لما معظم بيوتنا، معظم بلالنا، معظم السكن، المكاتب اللي إحنا فيها اتس باسف. لأن الشباك في مواجهة الشارع، الشباك في مواجهة حديقة، أيا كان، فده باسف ما بيتغيرش، يا دوب أنا بشد ستارة، وأفتح ستارة دي مش مشكلة. إنما أول ما يبقى فيه أي عنصر إضافي متحرك فيه حتة إنرجي بسيط بقى اسمه أكتب فصل زي اللي على اقصى اليمين هنا ده عمل ايه الزجاج ثابت الزجاج ده اول ما وصله زجاج من نوع خاص اول ما وصله بتيار كهربي يبتدي الزجاج ايه يتاثر بالتيار الكهربي فيغمق ده اكتف لو في لوفرز امام الشبابيك دي لوفرز كده شمسيه زي شيش الشمسيه القديم لو ثابت يبقى باسيف لو متحرك بموتور صغير او بيتحرك مع اشعه الشمس ده اكتف. Thermochromic window يعني ايه Thermochromic؟ ان الشمس لما بتخبط في الزجاج الزجاج يغمق فده اكتف عامل زي النضاره. اخر نضاره انا جبتها أول ما بخرج في أشعة الشمس يبتدي الإزاز عشان هو ثيرموكروميك، ثيرموكروميك ده تبتدي تغمق أيا كان لونها بقى عسلي، بني، أزرق، رمادي، يبتدي يغمق فدي أكتف. إذا كل ما هو ثابت بنصممه وانس ونسيبه بقى للعوامل الطبيعية وأحسب طول البلكونة وطول اللوفرز بس يبقى ثابت ده أكتف، وبصممه على أسوأ حالات درجات الحرارة وأشعة الشمس وتو كفر كل الحالات انما اول ما يتحط في باور فبقى أكتف يعني بيتحرك بباور عامل زي في توربينات لتوليد الطاقه الكهربائيه التوربينات اللي بنشوفها في الزعفرانه لتوليد الطاقه الكهربائيه من اشعه الشمس واسف من حركه الرياح التوربين لو واقف كده الهواء لوحده بيزقه يبقى ده باث التوربين بي بيبقى اكتف امتى؟ بيبقى فيه موتور صغير بياخد بس كهرباء يبتدي يحرك الاذرع بتاع التوربين يلف لفه اتنين تلاته الهواء يخليه يجري بسرعه وبالتالي في فرق ما بين الاتنين ده بياخد باور في البدايه أكتيف وده ما بياخدش باور باسف. يبقى التلات انواع تاني اللي بنحتاجها باسف فاساد ودي في معظم الاماكن اللي بنصممها بنصمم المبنى بندي له احسن توجيه الابلي بنخليها الحمامات والمطابخ وهكذا الـ 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 الواجهات البحريه بنخليها للكلاسز للمدرجات للريسبشن لاوضه النوم حاجات زي كده طيب الثيرمو ويندو اللي هو الزجاج اللي بيستخدم بيتاثر بدرجات الحراره وبالتالي لو شفنا في تل... لو واضحه السلايدز دي قصادكم ان اما ان هو يبقى مش متوصل بالكهرباء وبالتالي درجات الحراره بتعدي من هنا لهنا والكهرباء مفيش اي حاجه بتمنعها يا اما بيتوصل بتيار كهربي اول ما الشمس تيجي يبتدي السطح ده يغمق فتنعكس جزء كبير من السولار هيت والفيزبل لايت وجزء صغير بينفذ للداخل ثالث نوع اكتف فساد اللي هي الواجهات بتاخد تيار كهربي وتبتدي تتاثر بالحراره وبالتالي يبتدي يتغير شكلها كل ده بنتلافى اشعاع الشمس المباشر فنتلافى توليد درجات حراره عاليه وبالتالي نتلافى تشغيل التكييف بشكل استهلاكي كبير استكمالا لكل ما هو حديث في معالجات الوجهات في عندنا بايوميميك يعني ايه بايوميميك يعني محاكاه الطبيعه اي مبنى اي افكار احنا بنصممها في المباني بيبقى فيه نوع لمحاكاه خلق الله سبحانه وتعالى بنتاثر بيها ونبتدي نشوف الدنيا بتشتغل ازاي من ضمن محاكاه خلق الله ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الجلد بتاعنا ليه طبقات مرحله واثنين وثلاثه من احلى الكتب اللي كنت قريتها قبل كده كتاب اسمه سكن الكتاب فقط اسمه سكن بيشبه آآ آآ سكين يعني الجلد طبقات الجلد المختلفه طبقه الجلد الأولانية اللي هي كلنا استمرينا في المصيف و... و... وجلدنا بيقشر ويتجدد دي اول طبقه بعديها طبقه تانية وثالثه ثم تبتدي الطبقه الداخليه او التيشو الصغير الداخلي دوت بيبقى فيه مليان مثلا دهون ثم بعد كده عضلات ثم بعد كده السكيلتون بتاعك اللي هو العظم هو ده سبحان الله الطبقات ديت اتاثر بيها المعماري فبقى يبني المبنى بتاعه بسكيلتون. ثم طبقات الجلد اسف العضلات وال لجسمك هي الحوائط ثم الطبقات بقى الاخيره ما بين شحوم ودهون كانها هي العزل اللي بتحطها وفي الاخر الطبقه الخارجيه هي طبقه الدهان اللي بتبقى محاره ودهان او وحدات خارجيه بتترك لما خدنا بايوميميك يعني تقليد الطبيعة أو بايو انسبايرد فساد يعني بدأنا نشوف الشجر طبقاته إزاي جلد الإنسان طبقاته إزاي حتى لما بنمشي بلبسنا في الصيف بنلبسه خفيف في الشتاء بنلبس على اللبس ده بلوفر وبعد البلوفر بنلبس جاكيت وبعد الجاكيت ممكن تلبس بالتو اذا كل دي طبقات هي دي الطبقات اللي بنحطها على المبنى تو بروتكت المبنى من البروده الشديده او تو افويد اشعه الشمس وكان من ضمن الكتب اللطيفة والصور اللطيفة لهذا الكتاب اللي اسمه سكين صورة بدوي ماشي في الصحراء لابس آآ آآ العباية على كتفه ولابس لاسة أو أو شال صوف بس لونه أبيض فإذا هو ما تأثرش لأن اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس والصوف بيحافظ على درجة حرارة جسمه وبالتالي ما يحصلوش جفاف وهو ماشي جنب الجمل في الصحراء فكانت صورة معبرة جدا ده بخلاف طبقات الجلد بتاع جسمه اللي تأثرت بدرجة الحرارة تجد ان جلده خشن عن الجلد بتاع الناس اللي عايشين في البلاد شديد البرودة طيب ندخل بعد كده مرحلة أكثر تقدما كايناتيك فساد إيه كائناتك فساد ده هي الوجهات المتحركة بمعنى الشمس تطلع اللوفرز اللي إنتوا شايفينها دي تبتدي تطلع عامله زي الكشافات اللي بتستخدم في السينما وفي الاوبرا وفي المسرح الشمس في المغربيه تختفي اللوفر دي تنزل سواء كانت بتنزل مانيوالي او اوتوماتيك ببرامج كمبيوتر اذا كل الموشن اللي حاصل في هذه المباني وفي هذه الحلول هي جزء من فكره كاينتيك فساد ان الفساد متحركه حسب احتياجك وحسب درجات الحرارة وحسب أشعة الشمس وحسب سرعة الرياح وحسب كل الـ environmental aspects المحيطة بنا أخيرا interactive or media facade أو interactive and ميديا facade هي interactive للصوت يعني في باحثين عندنا في عين شمس في مهندسه متميزه جدا مهندسه داليا نيازي دايما افتكر اسمها بكل خير لانها عملت ادابت فساد بحث ماجستير عن هذه الوجهات يعني لو درجات الحراره عاليه تبتدي الوجهات كانها تنتفش او وبالتالي بتخلق دبل سكين فساد لو درجات الحراره قلت تبتدي ترجع شويه لو عايزه تحكم في الايكو او صدى الصوت اللي بيخبط في المبنى تبتدي زي ما انتم شايفين في الصوره كده ان هذه السنسور تبتدي تتحرك الوجهات فالواجهه كانها عنصر كائن حي بيتفاعل معاك بالكلام بدرجات الحرارة بال... هتشوفوا أمثلة كتيرة جدا أعتقد أنها هتفاد هتفيدكم جدا هتوسع مدارككم ما بقاش المبنى عبارة عن مبنى بصممه نطلع الوجهات نرسم عراميس في الوجهات نحط شبابيك والإزاز نستخدمه في مي غامق أو فاتح وانتهى الأمر لا لازم الإبداع التقني أو التكنولوجي يجي مع برل كده مع الإبداع المعماري تطلعوا أفكار جديدة أو الأول استمرارا لكلمه انتر اكتف اند ميديا فساد ادي مثال بسيط جدا هذه الواجهه عليها واجهات مجموعه من Layers ما هي اتفقنا ان كل شغلنا هي دبل لاير او اديشنال لاير تمام آه هذه الاديشنال عباره عن شكل سامبوكسات كده او مثلثات متداخله في حاله اشعه آه 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 الشمس اللي انا محتاجها في الصيف خليها في الشتاء في الشتاء اشعه الشمس افقيه تقريبا يبقى الفتحات تفتح وتسمح بدخول اشعه الشمس اشعه الشمس في الصيف انا مش عايزها تبتدي هذه الفتحات توجه نفسها تطلع اب داون كلها برامج الكمبيوتر اهو ادي اليونت وبروجرام بحيث انها شغاله على تو اكسيز فيرتيكال وهوريزونتال وبالتالي تبتدي تسمح لي ان الشمس تدخل او تعكس الشمس من خلال هذه المرايا تسمح بيها تدخل جوه وبالتالي بقت هذه بيسموها انتر and اند ميديا فساد كل هذه الامثله جربوها في احد المباني مبنى عادي جدا ودخلوه على سيميوليشن بروجرام لازم تعرفوا ان مرحلتكم جايه في العمل المعماري لازم يكون مرتبط بسيميوليشن بروجرام وبالاي اي الاي داخل بقوه بقوه غير مسبوقه مش مفرمل هيشيل الكل من قدامه ولو ما ما لحقناش نفسنا ودخلنا في هذه اللعبه وهذه المعادله اعتقد هنبقى متاخرين جدا ايه اللي حاصل في هذا البرنامج بدا يدرس المبنى ده اللي انتم شايفينه وبدا يحطه على البروجرام وابتدى يشوف فين الواجهات اللي مواجهه للشمس اهي واهي مثلا ودي مواجهات واجهات مواجهه للظلال وبالتالي كل مبنى مباني ليه هذه الحائط هذا الحائط بدا يفكر يحط فيه امثله هرجع ورا شويه امثله زي دي وحدات مثلثه وسنبوكسات ودخلها وبدا يبنيها وبدا يوجهها مرة تعمل له إظلال كامل زي ده أو ده أو ده أو نصف إظلال بدأ يحرك الواجهات وتفتح شوية دخلت له الشمس وبدأ يحسب شدة الحرارة وشدة استقباله لأشعة الشمس وبالتالي منها بدأ يحدد نوع الإزاز يعني هنا في فينش للإزاز خارجي وفي فينش داخلي in between في support and control يعني لو انا عايز اضمن ان المبنى بتاعي اشتغل تمام اعرف ده مبنى ايه معامل ابحاث يبقى درجات حراره ما تزيدش عن كذا مدرجات اوضه آه، نوم حمامات ومطابخ اقدر آه احدد درجات الحراره اللي انا محتاج اشتغل فيها كل هذه النتائج دخلوها ده مثال ده without sun protection ده مبنى ودخل على برامج المحاكاه فالمبنى كله مواجه للشمس وبالتالي درجات الحراره بتاع الاسطح عاليه جدا قبل ما ابتدي اشوف هنا زجاج بقى في النص ودي طبانه فوق وطبانه تحت ولا ولا السلم ده ناخده كرتون وول ولا لا ابتدى هنا نشوف with dynamic shading بدات احط امثله وحلول من اللي انا درستها ليه دايناميك شيدنج تبتدي تتحرك هنا ابتدى معدل اكتساب الحراره على الواجهات هنا قل لاني بدات اعالجها ودي بدايه فهمنا يعني ايه وجهات انتر اكتف اليفيشنز او فاسادز اقدر اشغل بيها المبنى دون ان اخل باستخدامات المبنى بنشاطه وهكذا اه جينا لمرحله مهمه جدا جدا من ضمن الحلول سمارت جلاسز سمارت جلاسز دي لا نهائي وكل ما نقول احنا وصلنا لمستوى من العلم قوي جدا اكتشف ان احنا لسه بعيد قوي بلاش احنا كمصر لا لسه العلم بعيد عن اللي مخبهولنا النشاط العلمي والقدر ده سمارت جلاس يفتح ويغمق ويتحرك ويتاثر بالصوت وممكن لو شغلت مزيكا تبتدي هذه القاعه المغطاه تبتدي تتاثر على وتغير شكلها علشان تتحكم في الايكو او او معدل صدى الصوت اللي ممكن يزود الاحساس بالموسيقى او يقلله بس ميندي هنا هو معمول عشان تو القاعه الكبيره دي من الدايركت سانري وبالتالي اقدر اهرب من الاشعاع المباشر لاشعه الشمس اخر ما توصل اليه حسب قراءاتي الشخصيه الفوتو غلاس كومبوزيشن يعني ايه؟ يعني ده زجاج عادي زي ما انتم شايفينه لونه اخضر ازرق اورنج فوشي ايا كان اللون هذا النوع من الزجاج مكون من هذه الطبقات عده طبقات ورا بعض مدمجه في بعض حتى فيها طبقه من طبقات بي بي سيلز طبقه من طبقات اللي بت بتولد طاقه كهربائيه مدمجه وشفافه ولا ترى بالعين بمعنى ان انا قصادي ازاز عادي جدا ازاز في كل العبر يغمق ويفتح تيجي الشمس عليه يولد درجات حراره ممكن الازاز نفسه في لاير يكسر اشعه الشمس وبالتالي الخبراء الزجاج قسموا السمارت جلاس الى باسيف يعني ايه باسيف هو لوحده ما بحدش بيعمل له حاجه اما يغمق ويفتح او يغمقوا افتح نتيجه درجات الحراره مش نتيجه اشعه الشمس يعني برضو افكركم وانا بعمل النضاره الراجل قال لي تحب النضاره دي تغمق لو دخلت مكان حر تقول له لا طبعا انا انا تغمق في الشمس يبقى اسمها فوتو فوتوكروميك انما ثيرموكروميك مع درجات الحراره ودي تنفع في مصانع تنفع في محطات وقود ان بمجرد ما زادت درجات الحراره نتيجه اشعه الشمس الزجاج المظله يغمق وتبقى مظله بالفعل وهكذا انما الاكتف اللي هي الكتروكروميك ان بمجرد ما وصل لها تيار كهربي تبتدي أه أه تغمق وتفتح وتغير اتجاهها وهكذا في ليكويد كريستال وفي سسبنتد بارتيكل ديفايس اللي هي أشعة الشمس لما بتخبط في الإزاز يتغير تكوين البارتيكلز بتاع الإزاز يبتدي يغمق يفتح يحصل له كراكينج، يغير لونه كل دي أسرار وحاجات تكنولوجي عالية جدا أعتقد لو درسناها كويس ممكن تفيدنا كمعماري وخصوصا في مجال الديكور مثال لريسبونسيف فساد ده كاني بلخص كل الكلام اللي فات لو عندي مبنى من المباني وده من اكثر المباني شهره في هذا المجال هذه المباني عباره عن مديول زجاج وفوقيه طبانه علويه وطبانه سفليه هذه الطبانات هي بارزه عن المبنى تقدر بقى تتفرد وتتفتح حسب استخدامنا زي ما انتم شايفين ممكن تتفتح كلها زي اللقطه ديت وممكن جزء مفتوح وجزء مقفول، وممكن جزء معظمه مفتوح وجزء مقفول، فالتشكيل راندملي كده شكله لطيف، بس كل ده جاي من برامج كمبيوتر حسب احتياجك لتشكيل الواجهه، حسب احتياجك للشمس، للتظليل وهكذا. طيب، سريعا كده هنستعرض مثالين ثلاثة من أمثلة حية استخدمت هذا الكلام على ارض الواقع وطلعت اول مبنى في الامارات في ابو ظبي ده مبنى اسمه البحار تاور هذا المبنى من الذكاء ان هو بدا يعمله لير خارجيه على اللير الاساسيه خلينا نرجع صوره كده كمان دي الواجهات البحري او الناحية الشمال اللي ما بتشوفش شمس خلاص مش متقص الواجهه الشرقيه والغربيه تبتدي كل واجهه فيهم عباره عن يونت تبتدي تفتح وتقفل او يعني دي مثلا مقفولة ودي اتفتحت كل ده كمبيوتر بروجرام يبتدي يفتح ويقفل ده حقق اكتر من حاجة اولا حقق بايوميميكري يعني محاكاة الطبيعة في شكل الزهرة الصفراء ديت انها ازاي تقدر تفتح وتقفل حقق فكرة المشربية الاسلامية القديمة اللي بتعمل كنترول لأشعة الشمس حقق فكر كمبيوترايز ان ازاي يوصل الكلام ده كله لبرامج كمبيوتر تمام وبالتالي بدا يدرس الكلام ده كله اشعه الشمس في حاله افلات اشعه الشمس في حاله اللي انا فردت الوحدات الخارجيه او فتحتها بتخلي اضاءه ازاي انتجريشن ما بين النظام الانشائي للمبنى والنظام الانشائي للواجهه الخارجيه للانفلوب بلاير الواجهه الخارجيه تماما ازاي اقدر اتحكم فيها ازاي كل مرحله من مراحل ادوار المبنى ليها حلول داخليه وخارجيه تاني مبنى هيليو تراس سنتر ده في نيويورك استخدم ايه هذا المبنى استخدم الادابتيف فاساد اللي هي انتر اكتيف كنا لسه عارضين الصوره دي هي فيها بايوميميكري من الواح وعيدان الشجر او افرع النباتات لو في درجه حراره شديده تبتدي هذه الجوانب بتاع الشبابيك تفتح او تقفل ممكن ابتدي اوجهها بحيث انها تعكس لي الشمس ولاكبر فراغ ممكن تنوره للداخل ادي مثال المبنى بتاعي اهو ودي اول لاير الازاز بتاعي او الزجاج اللي متثبت هنا تاني لاير هي لاير بتاعه الادابتيف فاساد تالت لاير هي اللوفرز اللي ممكن اسمح بيها تفتح او تقفل او تميل بشكل معين تسمح لي الشمس تدخل تتلافى الشمس تدخل وهكذا فده اللي بنسميه كايناتيك اهو كايناتيك باترن شيد او كايناتيك فساد من انجح الامثله اللي تالي هذا الكلام اس دي يو كامبس ده في الدنمارك عمل ايه هذا المبنى؟ المبنى كل وجهاته عباره عن مثلثات متداخله لو اتقفلت المثلثات كلها بقى المبنى زجاج ووراه لير من المشربيه مداريه هذا الكلام او هذه المثلثات تبتدي تفتح وتقفل بحيث حس تشكيل وتتلافى شمس احيانا اما نعمل زوم اكتر هنجد ان ليه ميكانيزم هنا يفتح ويقفل اليونتس ايا كان الوانها بقى دي ممكن تستخدم ممكن نغير الوان ممكن نستخدمها ابيض اليونت نفسها فيها بالفوريشن تشكيل لطيف جدا لا يمنع ضوء النهار ولكن يمنع اشعه الشمس المباشره. طيب طولت عليكم شويه بس يعني انا بتكلم بسرعه علشان الموضوع كبير والموضوع عميق جدا وفي عدد لا نهائي من البدايل خلينا ألخصها أن أنا ممكن أعمل في الوجهات الخارجية اللي هي الغرض من محاضرة النهاردة المثال الشهير ده ممكن أبتدي أشكل فيه ما بين فتحات تفتح وتقفل ممكن تفتح وتقفل أثناء النهار بشكل دايناميك كده فنحس أن المبنى كله متفاعل معانا ساعات الكلام ده بيبقى مع انغام الموسيقى اللي حوالينا فتحس ان المبنى زي النافوره الراقصه كده متجاوب مع المبنى والظروف المحيطه ممكن اثبته كده كانها بلكونات وشبابيك عاديه جدا اذا ده اول حل ان هو كنترول دايناميك اوكي تاني حل ان انا اليونت الصغيره دي في معماريين حولوها ليونت موفابل وفي نفس الوقت هي يونت ال اي دي او ال سي دي شاشات تلفزيونيه صغيره ممكن تستخدم از لايت بروتكشن بروجكشن دايناميك فاساد يعني انا ممكن استخدمها مبنى بالليل وشايف كده ويفز زي ما بنعمل سكرين سيفر لللابتوب او للموبايل نفس السيناريو المبنى ده كانه سكرين سيفر او لوحه اعلانات ضخمه جدا يبتدي المعماري يستخدمها بالنهار to protect energy وانفايرمنت وبالليل يستخدم لها بشكل تجاري في الاعلانات اعتقد ان هيبقى في دور جديد وهام للعماره في المرحله القادمه في حياتنا. في المثالين دول مثال واحد قديم جدا واحد جديد جدا. في السبعينات كان في مبنى اللي هو مبنى العالم الاسلامي دار العالم الاسلامي في باريس ده كان فكرته قوية وعبقرية جدا أكيد شفتوه قبل كده الشطر بتاع الكاميرا الكاميرات البروفيشنال الكبيرة الضخمة ديت هي في شطر كده دائري أول ما بتفتح بتدوس على الزر عشان تصور الصورة بتفتح في جزء من الثانية ويقفل دي كانت الطريقة القديمة للتصوير دلوقتي كله بقى جداً فهو راح عمل هذا الشطر زي ما انتم شايفين كده هنا وهنا وهنا ومجموعة إن الشمس لما تشيك كان في سنسور صغير فوتو سيل. أنا فاكر كويس قوي كان السنسور فوتو سيل، الشمس تخبط في هذا السنسور يروح محرك الفتحات كلها والضيق فيدخلك إضاءة خافتة في مركز العالم العربي اللي في باريس ده. واستخدمها ده مستوحى من المشربية العربية القديمة وبالتالي كانت فكرة عبقرية جديدة في وقتها في 1970 على ما أتذكر. إنما دلوقتي بقت اليونتس اللي سميناها كوميرشال او يونت صغيره ال دي دي بقى مش بس وحدات اعلانات لا ده هي كمان وحدات موفابل بتتاثر بحركه الهواء زي ما انتم شايفين حركه الهواء على المبنى تبتدي تحرك الهواء كده كانه ستاره حركه الستاره دي وهي رايحه جايه رايحه جايه تبتدي تحرك توربينات صغيره يبقى الهوا اللي بيخبط في المبنى بيولد طاقه كهربائيه ولو بسيطه بعض افكار الانتر اكتف لهذه الوجهات. طيب باختصار شديد انا طولت عليكم في في الامثله بس الامثله اللي عايزين نقولها ان دور المعماري انه يستمر ويدرس ويفكر ويصمم المبنى بتاعه بشكل راقي جدا بشكل متكامل ما يحملش هم الوجهات لان الوجهات بقى ليها فيلد لوحده. وجزء كبير من اللي حاصل هذه الايام والايام القادمه ان ازاي الواجهات تبقى انتر اكتف وتبقى متفاعلة مع الطبيعة وتوفر الطاقة الكهربائية وازاي تولد الطاقة الكهربائية وتوفر لي كل المناخ البسيط فسريعا كده ده كونكلوجن من المفروض نطلع بيه بالسيشن بتاع النهارده والمحاضره دي هتبقى مع حضراتكم اذا حبيتوها ودي الريفرنسز اللي احنا استخدمناها في السيشن بتاع النهارده education to professional practice within sustainable requirements احنا هنا بنتكلم على ذا architect رول وكان معاكم احمد عاطف فجال تحياتي ليكم واي اسئله تحت شكرا شونس حسن هل في اي اسئله اي تجاوبات طيب يا شباب هل في أي استفسارات ممكن أجاوبها لأي حد بخلاف اللي بيتكتب على الجروب؟ طيب كان في سؤال عن الليد سيرتيفيكيت، الليد سيرتيفيكيت دي ليد دي سيرتيفيكيت او شهاده ان حضرتك او هو يومنا اللي بتسال ان حضرتك بتطلعي وتذاكري المتطلبات المطلوب توفرها المباني اللي تحصل على الليد، وتبتدي تشوفي ايه المتطلبات دي موجوده في المباني محققها بنسبه كم في الميه وبالتالي بتقدمي مشروعك وتبتدي تحصلي على ليد سيرتيفيكيت سواء كانت جولد سيلفر وهكذا بتقدمي الامتحان وتسجلي اسمك وتاخدي الكتب اونلاين تقريها وبيبقى كل فتره كل 3 أربع شهور بيبقى في امتحانات بحيث لو عديتي من هذا الامتحان او في كورسات طبعا بتتاخد اونلاين تبداي تبقي ليد سيرتيفيكيت او ليد اي بي او وهكذا المهم ان ان حضرتك بقيتي واخدة شهادة إن أنت ممكن تدرسي الليد للمباني فدي الخطوات اللي الواحد ممكن ينصح بيها سؤال تاني عن إزاي نطبق الواجهات الديناميكية في مشاريع ديزاين في الكلية هل لازم أوضح تفصيلة حركتها أو تركيبها؟ ما أعتقدش ما أعتقدش أنك لازم توضحه هاجر بتسال مش لازم توضحي طريقه الحركه ولا ولا تفاصيل تركيبها لانها بتوصل لمرحله شوب درونج او او تفاصيل لا انت يكفيكي في مرحله الدراسه في كليه حسب لو كان بتتكلمي على الديزاين يبقى يكفي انك توضحي الفكره التصميميه دي في المرحله دي لو كنت بتتكلمي عن الكلام ده في الشوب دروينج او في الوركينج دروينج اعتقد انك لازم تدخلي في كيفيه تثبيتها انما الموفابل وطريقه حركتها اعتقد هتبقى مرحله معقده محتاجه شركات كبيره تدرس حركه اللوفر دي في الثيرد ما فيش مصادر محدده نقدر نتكلم فيها عن سمارت uh, ماتيريالز لا المصادر كلها كل ما هو حديث لو هقول لكم كتاب فلاني اصل بتكلم دلوقتي كتاب تاني بيطلع لو هقول لكم الشركه الفلانيه uh, uh, كل م اللي هيحصل ان اول باول الشركات متطوره اللي اقدر انصح بيه ان انتم تكونوا ابديتد وتطلعوا اول باول على كل ما هو حديث uh, uh, المرحله القادمه في حياتنا المعماريه السباق في المعرفة السباق في الكمبيوتر بروجرامز وفي الاي اي الاي اي داخل بقوه في كل تفاصيل حياتنا المعماريه يعني احنا كده ممكن نركن على جنب والاي اي تيجي تحل محلنا في حاجات كتيره جدا وتختصر خطوات كتيره في شغلنا فالحل والنصيحه ان انتوا تبداوا تبقوا متواصلين ومتطورين ومطلعين على كل ما هو جديد كل لحظه يعني لو انستغرام وتيك توك وكل هذه الابلكيشنز اركنوها على جنب لما تبقوا زهقانين خلي اطلاعك دايما على ما هو حديث في مجالنا. ايه الاسئله كمان؟ انا شايف ما شاء الله التواصل محترم وجيد الواحد فرحان بمجموعه الشباب واسئلتهم حاجه جميله وربنا يوفقكم ان شاء الله. زي ما كتبت ورديت البرزنتيشن ممكن هتكون مع حضراتكم ان شاء الله قريب بي دي اف وفيها بعض اسماء مراجع وفيها حاجات وخلي بالك البرزنتيشن دي هي حصيله اعمال من زملاء ومن باحثين ومن مشاريع سابقه كل دي مجمّعة كده في صورة ملخص لكيفية تطوير الوجهات في مجالات الـ Environmental Control أنا شايف الأسئلة حتى الآن خلصت شكر ليكم الحقيقة للتواصل اللطيف دوت وأتمنى المحاضرة تكون مفيدة وإن شاء الله المحاضرات الجاية نتواصل مع بعض بشكل أكثر وكل سنة طيبين